السلام عليكم، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لكم صنع لغه. الفيديو هذا عباره على واحد الدريس كيجي زوين وسهل بالكروشي. نقدروا نخدموه لاي حاجه ديال اللبس التقليدي، ولكن انا غادي نخدم معكم فولار حياتي باش نوريكم الطريقه باش كتجي هاد العقيقه هادي ثابته، ما كتبقاش تلعب، كتجي واقفه في بلاصتها كيف ما كتشوفوا، ما كدلاش عندنا هنا وما كتبقاش تلعب، كتجي ثابته. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا الفولار عندي درت فيه جوج، باكي تخدم بجوج ديال الاسطر. الوغ نبداو على بركه الله. كتشوفوا هنايا راه حبكت الفولار ديالي. السطر الاول عباره على اعمده. الوغ غندير عمود سلسله، عمود، وكنحاول نخلي الفراغ اللي كيشد ليا قيمت سلسله. كما كنقول لكم دائما فاش كنكون خدامه هاد الخدمه ديال الحبيك كنزيرش يدي باش كتجيني الخدمه مرخوفه، وكيسهل عليا باش كنكون نخدم السطر الثاني. الوغ سلسله، عمود، سلسله، عمود. نوريكم كيفاش كندير ديك القفله. سلسله، عمود، كما كتشوفوا هنا عندي اخر غرزه. اش كندير؟ كنجي فوق العمود الاول اللي بديت بيه وكندير غرزه منطلقه لهذا الشكل، وكنكون ساليت سطير الحشو ديالي. كما كتشوفوا كنديروا السطر الاول عباره عن اعمده. الوغ بالنسبه للسطير الثاني كما كتشوفوا البنات، الوغ جيت هنا خدمت فوق هذه الحلقه واحد الحشو، وغادي نطلع جوج ثلاثة ديال السلاسل. الوغ كنجيب البيرل كنركبها على هذا الشكل. لاحظوا معايا ندوي الخيط على الكروشي، كنجي للحلقة الموالية كنجبد الخيط وكنعاود نخشيه منهم كاملين على هذا الشكل، وكنعاود نسد، كندير ثاني ثلاثة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة. نجي للحلقة، دابا هاد الحلقة هي اللي خدمت عليها البيغل، كنجي للحلقة اللي تابعاها كنثبت فيها هاد السلاسل. لاحظوا معايا كيفاش كتجي البيغل، كتجي ثابتة في بلاصتها ما كتلعبش. واش غندير هاد البلاصة؟ غندرت فيها الغرزة الأولى، غنعاود ندير فيها الغرزة الثانية، طلع بستة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. كنقلب الخدمة على الظهر، كنجي لهنا وكندير غرزة حشو، كنشد هاد ستة السلاسل اللي خدمت مع هادوك ثلاثة الأولين اللي كانوا هنا وثلاثة التانيين، كنجمعهم بحال ما هكا. غادي ندير هنايا أربعة ديال الحشو، واحد جوج ثلاثة أربعة، نطلب ثلاثة السلاسل، واحد جوج ثلاثة. نجي لنفس هذا المكان هذا وندير غرزة حشو. غنمشي للبارتي الأخرى هذه، غادي ندير فيها حتى هي أربعة ديال الحشو، واحد جوج ثلاثة أربعة. كنخلي هاد البلاصة اللي كنت درت فيها الحشو، كنجي للحلقه اللي تابعها وكندير واحد حشو وندير سلسله، نمشي للحلقه اللي تابعها وندير واحد حشو. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه. شوفوا البيرل كيفاش ثابته في بلاصتها، حيت كاين اللي كيخدم هاد الطريس هذا وكتجي البيرل هابطه، ما كتجيش هكا مساويه شاده بلاصتها. علاش غندير ثاني؟ غنطلع ثاني بثلاثه السلاسل، واحد
جوج ثلاثه، كنجيب البيرل نركبها على هذا الشكل، كنلوي الخيط على الكروشي، كنمشي للحلقه المواليه وكندير نجر الخيط، كنعاود ندور الخيط على الكروشي وكنجبدو منهم كاملين لهذا الشكل فهم، وكنثبتهم بواحد الحشوه لهذا الشكل، كندير واحد جوج ثلاثه ديال السلاسل، كنهبط للحلقه اللي تابعاها كندير فيها واحد الحشو الاول، الحشو الثاني، نطلع بستة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنقلب الخدمة ديالي ألوغ كنجي فوق هاد السلسلة اللي كنت درت ما بين هاد الحلقة وهاد الحلقة، كندير فيها غرزة حشو، كنقلب الخدمة وكنعمر هاد الجهة بربعة ديال الحشو، واحد جوج ثلاثة أربعة، ندير واحد غرزة بيكو، واحد جوج ثلاثة ديال السلاسل، كنجي لهنا كنثبتها في نفس المكان الأول، كنجي لهاد البلاصة الثانية وكندير فيها حتى هي أربعة ديال الحشو، واحد جوج ثلاثة أربعة. فاش كنعمرها كيف ما كتشوفوا، كنخلي هاد الحلقه هادي، كنجي للحلقه الثانيه كندير فيها واحد حشو وكندير سلسله، كنجي للحلقه اللي تابعها كندير فيها واحد حشو، هاد السلسله هادي لهنا اللي خدمت هي الوقت اللي كنخدم على الظهر، كنرجع كنعاود نخدم فيها، الو غنطلع ثاني بثلاثه ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثه، كنجيب ثاني بيرل نركبها على هاد الشكل، نلوي الخيط على الكروشي، كنجي لهنا كنجبد الحلقه كنخشي الخيط فيهم كاملين على هذا الشكل، كنثبتها انتما لاحظوا كتجي العقيقه ثابته في بلاصتها، ما كتلعبش ما كتجيش لقدام، ندير ثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، كنخلي هذه الحلقه اللي خدمت فيها العقيقه، كنجي للحلقه اللي تابعها كندير فيها جوج حشو، الحشو الاول الحشو الثاني، سته السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونعاود تاني نجي في هاد السلسلة اللي قلت لكم كندير فيها واحد حشو، كندور الخدمة تاعي على الوجه، غادي نبدا نعمر، كنشد السلاسل الأولين مع السلاسل التانيين، هانتوما هادو الستة التانيين، هاد هادو ثلاثة الأولين اللي كنت خدمت باش دزت السكة، ألوغ غادي ندير الحشو الأول، الحشو الثاني، الحشو الثالث، الحشو الرابع، واحد جوج ثلاثة ديال السلاسل، غرزة بيكو، نجي البلاصة الثانية نخدم فيها تاهي ربعة تاع الحشو، واحد جوج ثلاثة أربعة، وكنخلي هاد الحلقة وكنمشي للحلقة اللي تابعها كندير فيها واحد حشو واحد سلسلة، نمشي للحلقة اللي تابعها وكندير واحد حشو، دونك كيفما كتشوفوا النتيجة كيفما قلت لكم نقدروا نخدموها غير هكا في فولارات حياتي، وإنما هاد الدرس كيتخدم في الملابس التقليدية كاملة، هادي الطريقة باش كتجي العقيقة هكا ثابتة وشادة بلاصتها، نتمنى من الله أن الفيديو يعجبكم وغتشوفوا معي النتيجة النهائية في البروفيل ديال الفيديو، فرجة ممتعة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.